السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الرياضيات للصف الأول متوسط، وصلنا إلى الساق والورقة. راح نقرأ هذه الملاحظات. تمثيل البيانات بالساق والورقة يعني ينطيني بيانات ويقول مثل هذه البيانات بالساق والورقة. شنو يعني الساق وشنو يعني الورقة؟ الساق يمثل العشرات والورقة تمثل الآحاد. الملاحظة الأخيرة، تنظيم البيانات من الأصغر إلى الأكبر، يعني راح يكون تنظيم هذه البيانات من الأصغر إلى الأكبر. هسه راح نوضح شنو يعني هذه الملاحظات. هنا مثلا عندنا رقم 30، هنا عندنا رقم 30، منين متكون؟ متكون من مرتبة آحاد اللي هي الصفر، ومرتبة عشرات اللي هي الثلاثة. الآحاد صفر والعشرات ثلاثة. فهذا الساق شي يمثل؟ يمثل العشرات. إذن وين الساق؟ الساق هو الثلاثة. إن هذا الساق شي يمثل؟ يمثل العشرات. أما الآحاد هو يمثل الورقة. الآحاد هو يمثل الورقة. إذن الورقة هنا ايش قد عندنا صار؟ صفر، والساق ثلاثة. فهنا من أنظم جدول راح يكون الجدول بهذا الشكل، بهذا الشكل. لاحظ يعني أنا هاي الثلاثين صارت هنا الثلاثة اللي هي مرتبة العشرات بالساق، والصفر اللي هو مرتبة الأحاد صار بالورقة. صار واضح؟ هذه هي فكرة الدرس. زين، هسه راح نقرأ هذا المثال في فقرة تعلم. يقول درس أحد المختصين دراسة ميدانية بجمع بيانات لأوزان 20 طالبا من مرحلة المتوسطة ولأقرب كيلوغرام، وكانت النتائج كما يلي. هذه هي نتائج الأوزان. هنا نلاحظ 39 و42 و42 و40 و38 إلى آخره. هنا نقول مثل هذه البيانات بالساق والورقة. مثل هذه البيانات بالساق والورقة. فهنا نقول الحل. هنا عندنا المثال، مثال الأول في فقرة تعلم. هنا راح نكتب الحل. الحل زين. هنا من يقول مثل هذه البيانات، هذه الأوزان بالساق والورقة، فأنا هنا أسوي جدول. هنا أكتب الساق وهنا أكتب الورقة، يعني راح يكون هنا الجدول هو من حقلين فقط، الساق والورقة. زين، هسه أرجع إلى هذه البيانات. هنا أول شيء أباوع على مرتبة العشرات. هنا أشوف شنو عندي العشرات، شنو قيمتها. هنا عندي ثلاثة، هنا عندي أربعة، وهنا أربعة، أربعة، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، ثلاثة، أربعة. يعني هنا عندي في مرتبة العشرات فقط عندي الثلاثة وعندي الأربعة، يعني فقط عندي الثلاثة وعندي الأربعة. هذه فقط مرتبة العشرات اللي موجودة في هذه البيانات. فأنا هذه العشرات وين أخليها؟ خليها بالساق، خليها بالساق. أول مرة أكتب الثلاثة وبعدين أكتب الأربعة. ليش؟ لأن لازم أراعي الترتيب، تنظيم البيانات من الأصغر إلى الأكبر. يعني أول مرة الثلاثة بعدين الأربعة. هذه بالنسبة للساق خلصنا من عندها. هسه نجي للورقة. الورقة شو تمثل؟ تمثل الآحاد. إذن راح هسه على يمن أباوع؟ أباوع على مرتبة الآحاد. آحاد الثلاثة، آحاد الثلاثة. شنو هنا عندي من آحاد الثلاثة؟ هنا عندي هاي التسعة وثلاثين، هنا عندي الآحاد شنو؟ تسعة، وهنا عندي ثمانية، وهنا عندي تسعة، وهنا عندي ثمانية، وهنا عندي تسعة، وهنا عندي تسعة. إذن هنا عندي بالآحاد، آحاد الثلاثة هي فقط التسعة والثمانية. فهنا حتى أبدأ بالتسلسل أبدأ بالثمانية. أشوف هنا عندنا هذه ثمانية، هذه ثمانية وثلاثين، هذه وحدة، يعني هاي ثمانية وحدة، هاي ثمانية الثانية. هنا بعد عندي ثمانية، ما عندي ثمانية. إذن هنا كم ثمانية عندي؟ عندي مكررة مرتين. فهنا أكتب مرتين ثمانية، يعني هنا ثمانية ثمانية. هنا شلون راح نقرأ العدد؟ راح نقرأ ثمانية وثلاثين،
38. إذن كم مرة متكررة 38؟ متكررة مرتين، 38 38. زين هسه بعد أكو 8 ما عندي 8. هسه نجي للتسعة. التسعة اللي هي قيمة الثلاثين العشرات، هنا أنا عندي واحد، هذا عندي واحد، هاي تسعة، هاي تسعة، هاي عندي اثنين، هاي تسعة، بعد هنا عندي هاي تسعة، هاي ثلاثة، وهنا عندي تسعة، هاي أربعة. إذن هنا عندي أربع تسعات، أربع تسعات هنا أخليهم بالورقة، تسعة 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 تسعة، خليتهم بالورقة لأن الورقة هي تمثل الآحاد. أحد شنو؟ أحد الساق اللي هي الثلاثة، فهنا صارت 39 39 39 39. زين هسه خلصنا من قيمة الثلاثين اللي هي العشرات. هسه نجي إلى الأربعين اللي هي هنا نشوف أحد الأربعين، أحد الأربعين هنا عندي 42 42 42 41 42، هنا عندي 43 43، هنا عندي 40. فهنا أبدي بالصفر، أشوف هنا مرتبة الآحاد بالنسبة للأربعين، أصغر قيمة هي الصفر، فهنا راح أبدأ بالصفر. كم صفر هنا عندي في مرتبة آحاد الأربعين؟ هنا عندي صفر، هذه واحد وهذه اثنين، هنا خليني أحوطهن، هنا عندي واحد، هاي واحد وهاي اثنين، بعد هنا عندي أربعين، هاي ثلاثة. إذن هنا كم صفر عندي؟ هنا عندي ثلاثة أصفار، واحد اثنين ثلاثة، فهنا أكتب ثلاثة أصفار، هنا أقول واحد اثنين ثلاثة، يعني أربعين أربعين أربعين. زين هسا عندنا الواحد، هنا عندي الواحد اللي هو الآحاد، هنا عندي هذه، هاي وحدة، هاي واحد وأربعين، هنا عندي واحد، وهنا عندي اثنين، وهنا عندي ثلاثة، كذلك هنا عندي ثلاثة قيم للواحد، فهنا أقول واحد واحد واحد، يعني واحد وأربعين، واحد وأربعين، واحد وأربعين. زين هسا خلصنا من الواحد، هسا أشوف الاثنين، أباوع للآحاد، هنا عندنا اثنين كم قيمة؟ هنا عندنا هاي اثنين وهاي اثنين وهاي اثنين، هنا ايش صارت؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنا سبعة، يعني سبع مرات اثنين، فهنا نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني 42 42 42 سبع مرات. زين هسا شنو بقى عندنا ورا الثانية؟ شنو يجي؟ يجي الثلاثة، هنا عندنا 43 فقط مرة واحدة، هنا نذكر 43، هاي 43 فقط مرة واحدة، إذن راح أقول هنا 43، يعني هنا 3، هاي الثلاثة اللي هي الآحاد اللي تمثل الورقة، والأربعين اللي هي العشرات اللي تمثل الساق. صار واضح؟ هسه هنا انتهى الجدول عندي، انتهى الجدول. هنا أذكر بالساق هي مرتبة العشرات فقط، هنا عندي مرتبة العشرات فقط الثلاثة والأربعة، أما الورقة هي الآحاد، يعني هنا الثلاثة أحد الثلاثة، هنا عندي 38 38، أذكرهن التكرار أذكره. كم مرة متكرر؟ هنا 38 38 مرتين، 39، هنا عندنا 39 متكرر أربع مرات. زين بالنسبة للأربعين، هنا عندنا 40 متكرر ثلاث مرات، 41 متكرر ثلاث مرات، 42 متكرر سبع مرات، و 43 متكررة مرة واحدة. صار واضح؟ هسا انتهى الجدول. هنا شنو يقول؟ يقول ما أكبر وزن بين أوزان هؤلاء الطلبة؟ أكبر وزن بين هؤلاء الطلبة، إيش قد هنا عندنا أكبر وزن؟ هو 43، 43 هو أكبر وزن، فهنا نقول أكبر وزن، أكبر وزن هو 43. زين هنا عندنا المطلب الثاني، شو يقول؟ يقول ما عدد الطلبة الذين كان وزن كل منهم هو 38؟ إيش قد عدد الطلبة اللي وزنهم 38؟ هنا عندنا 38 مكررة مرتين، إذا هنا نقول اثنين من الطلاب، اثنين طالب. صار واضح؟ هذا بالنسبة للمطالب. هنا شنو صار؟ صار بالكتاب هنا، إذا تلاحظون هنا صار عندنا خطأ، هنا خطأ مطبعي، هنا ما ذاكر الثلاثة، هاي الثلاثة ما ذاكرها، هاي 43 هنا ما ذاكرها، فهنا حاسب الاثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة،
وهنا الثانية ناقص بها، فهنا أكو خطأ. خافوا تشوفون هنا غير مطابق للكتاب، بالكتاب أكو خطأ. صار واضح؟ هنا عندنا هذا المثال الثاني. المثال الثاني هو الجدول يبين ارتفاع بعض الأشجار مزرعة بالمتر. يعني هنا عندنا ارتفاع الأشجار بالأمتار. هذه البيانات، هذه البيانات هنا مطين لها جدول. هنا عندنا 20 8 20 9 15 11 18 25 14 10. هذه بيانات، يقول مثل هذه البيانات بالساق والورقة. فأنا شنو أسوي؟ أسوي هنا الساق وأسوي الأوراق أو أقول الورقة. زين، هنا أشوف بالنسبة للساق قلنا شنو يمثل؟ يمثل العشرات. هنا أشوف العشرات، هنا عندي 2 عشرات. زين، هنا عندي 8 إيش قد العشرات مالتها؟ العشرات مالتها 0. يعني هنا عندنا مثلا عندنا هنا 8 العشرات مالتها شنو؟ العشرات مالتها 0. إذا الساق شنو؟ الساق صار هنا 0، والورقة الأحاد هي 8. يعني الساق صار 0 والورقة هي 8. كذلك عندنا 9. هسه هذا الرقم من نقرأ شنو نقرأ؟ نقرأ 9. إذا الساق شنو؟ الساق هنا 0 والورقة هي 9. فهنا إذا شوفون عدد، يعني إذا شوفون عدد هنا وحدة، هذا يمثل أحاد. زين، العشرات مالته شنو؟ العشرات مالته 0. صار واضح؟ إذا هنا بنشوفون 8، بنشوفون 8 معناته شنو؟ العشرات مالته 0. هنا 9 شنو معناته؟ العشرات مالتها، العشرات مالتها 0. فهنا عندي العشرات 1، وهنا عندي عشرات 2، هنا عندي 2 1. إذا هنا عندنا مساق العشرات 0 والواحد والثنين. زين، هسه أجي للصفر. هنا العشرات 0، إيش قد القيمة الأحد مالتها؟ هنا عندنا 8 وهنا عندنا 9. فأكتب أول مرة 8 وبعدين 9. زين، هسه أجي للواحد. هنا عندنا هذا الواحد، هنا عندنا أحد 5، وهنا عندنا أحد 1، وهنا عندنا أحد 8، وهنا 4، وهنا 0. فبمن أبدي؟ أبدي أكيد بالصفر، لأن من الأصغر. أبدي بالصفر، وراء الواحد، وراء الأربعة، وبعدين 5، وآخر شيء 8. فراح يصير 1 4 5 8. هسه هاي انتهينا من الواحد. هسه أجي للثنين. الثنين هنا الأحد شنو؟ الصفر، فأكتبه بالبداية. زين، الثنين هنا عندنا الصفر متكرر، صفر متكرر مرتين، فأكتبه هنا مرتين، صفر صفر. بعد شنو عندنا؟ عندنا هنا 5، فأكتب 5. هذا هو الجدول مال الساق والورقة. صار واضح؟ بس هنا اللي يختلف في هذا المثال انه هنا مطيني فقط احاد، ما مطيني عشرات. اذا العشرات مالته هو 0، اكتبه بالساق. هسه نجي الى التمارين لتأكد من فهمك. استعمل التمثيل بالساق والاوراق لعرض البيانات في الجدول المجاور. هنا مطيني الجدول هو درجات الطلبة، 91 96 80 91 الى اخره. هذه درجات الطلبة. يقول مثل هذه الدرجات بالساق والورقة. فأني أول خطوة أسويها هو أسوي جدول الساق والورقة. هنا نقول تمارين تأكد من فهمك، تأكد من فهمك، صفحة 80. زين، النقطة الأولى هنا نقول مثل هذه البيانات بالساق والورقة. إذا هنا راح أسوي الجدول الساق والورقة. زين، بالنسبة للساق، الساق يمثل العشرات. هنا شنو عندي؟ عشرات عندي 9، وهنا 9 8 9 9 7 9 8 7. إذا هنا عندي العشرات هي فقط 7 8 9. هذه العشرات اللي موجودة في هذا الجدول، فوين أخليها؟ بيا حقل، أخليها بحقل الساق. هنا أقول 7، هذه 7، هاي 8، هاي 9. طبعا هنا بالتسلسل. زين، هسه نجي للورقة. الورقة تمثل شنو؟ تمثل الآحاد. آحاد 7، شنو عندنا هنا من آحاد 7؟ عندنا هنا 0، هذا 0، هنا بعد عندنا 0، ما عندنا 0. زين، شنو عندنا؟ عندنا 1، ما عندنا 1، عندنا 2،
هذه هنا عندنا 2، يعني صار 0، صار عندنا 2، وبعد شنو صار عندنا؟ هاي شنو هنا عندنا؟ عندنا بالسبعة، أحد السبعة، 9. إذن راح يصير هنا 0 2 9، 0 2 9 أحد شنو؟ أحد السبعة. فهنا 0 يعني 70، 2 يعني 72، وتسعة يعني 79. هسه خلصنا من السبعة، هسه نجي للثمانية. الثمانية هنا الأحد، هنا عندي 0، وهنا كذلك عندي 0 مكرر مرتين، هذا 0 وهذا 0، فصار عندي 0. زين، هسه شنو بعد عندنا بالثمانية؟ ها هنا كذلك عندنا 0، هاي صارت كم 0؟ صارت 3 أصفار. زين، بعد شنو عندنا بالثمانية؟ بعد ما عندنا شيء بالثمانية، إذن هنا عندنا 3 أصفار بالورقة، 0 0 0، يعني شنو؟ 80 80 80. خلصنا من الثمانية، هسه نجي للتسعة. التسعة هنا عندنا 1 6 1 3 3 3. إذن راح أبدأ بالتسلسل. أول شيء هنا عندنا 0، ما عندنا، عندنا 1. الواحد كم مرة متكرر؟ مرتين، هذه 1 وهذه 1، فصارت هنا 1 1. هنا أكتب 1 1. زين، 2 ما عندنا، عندنا 3. كم مرة متكرر 3؟ هاي 1 هاي 2 هاي 3، متكررة كم مرة؟ 3 مرات. إذن أكتب 3 3 3. بعد شنو عندنا؟ بعد عندنا أكثر من 3 هي 6، هاي 6، هاي عندنا هنا 96. إذن هنا شنو عندنا؟ الأحد، الأحد 6، إذن هنا نكتب 6. صار واضح؟ هذا انتهى الجدول، انتهى الجدول. هنا صار عندنا 91 91 93 93 96. هسه هنا انتهى الجدول. هنا شنو عندنا بالنقطة الثانية؟ يقول ما عدد الطلبة الذين درجات كل منهم 80 وأقل؟ إيش قد عددهم 80 وأقل؟ هنا عندنا اللي عددهم 80 إيش قد؟ هم 3، لأن هاي 80 80 80 3، والأقل من 80 طبعا هي الدرجات بالسبعين. كذلك هنا عندنا 3، واحد ماخذ 70، واحد ماخذ 72، واحد ماخذ 79. إذن 3 و3 هو 6، هنا عندنا 3 زائد 3 يساوي 6. إذن النقطة الثانية هنا نقول 6 طلاب. زين، هسه نجي إلى الطقس. درجات الحرارة العظمى السيليزية هي، هنا شنو عندنا؟ عندنا درجات حرارة. النقطة الثالثة شو يقول؟ استعمل التمثيل بالساق والورقة لعرض البيانات أعلى، يعني راح نستعمل الساق والورقة حتى هنا نمثل هذه البيانات. هنا راح نمثل هذه البيانات. هنا أول شيء بالساق أشوف مرتبة العشرات. هنا عندي 1، هنا 3 3 3 3 2 1 1 3 3. إذا هنا عندي في مرتبة العشرات هو فقط 1 و2 و3، 1 و2 و3. فهنا أسوي بالتسلسل، هنا نقول 1 و2 و3، هذه مرتبة العشرات اللي موجودة في هذه البيانات أسويها بالساق. زين، هسه نجي إلى الورقة. الورقة تمثل الآحاد. آحاد الواحد، هنا شنو عندنا بآحاد الواحد؟ هنا عندنا 3، وهنا عندنا 3، وهنا عندنا 5. إذا عندنا 3 3 5، فهنا نقول 3 3 5. هاي آحاد شنو؟ آحاد الواحد، يعني 13 13 15. انتهينا من الواحد. هسه نجي لآحاد الثنين. آحاد الثنين هنا عندنا هاي 2 وهاي 2. زين، هسه شوف الآحاد مالته، وهاي 2. الأحد مالته هنا عندي 4، وهنا عندي 0، وهنا عندي 8. إذن راح أسويها هنا بالتسلسل. أول شيء راح أكتب 0، بعدين 4، بعدين 8، يعني صارت 20 و24 و28. هاي 20 و24 و28. صار واضح؟ عندي بعد هنا 2 بالعشرات، ما عندي 2 عشرات. هسه نجي إلى أحد الثلاثة. أحد الثلاثة هنا عندي 1، وهنا عندي 0، فبما أنه هنا عندي 0 فراح أبدأ بالصفر. هنا أقول هذا الصفر، أشوفه متكرر هذا الصفر،
هنا ما متكرر الصفر، إذن هنا صفر واحد. زين هسه شوف الواحد، هنا عندي واحد، الواحد كذلك مرة واحدة، هاي هنا عندي الواحد 31 مرة واحدة. زين زين 32 عندنا 32، نعم هاي 32، هاي 32 عندي بعد 32، هاي 32 ثانية، 32 متكررة مرتين، يعني هنا نقول 32. زين 33 هنا أنا ما عندي 33، 34 هما عندي، هنا أنا عندي 35، هاي هنا أنا عندي 35 و 35 مرة واحدة، مرة واحدة 35، إذن 35. زين 36 هنا أنا عندي 36، ما عندي بعد 6، إذن هنا نقول 6. 37 ما عندي 37، 38 متكررة 3 مرات، هذا 1 هاي 2 هاي 3، صار واضح؟ هاي 3 مرات 38، يعني شنو؟ يعني 8. هاي 38 متكررة شكل 8 مرات، 38. إذا أريد هسه أتأكد أشوف نفسي أنا مثلا ناسية رقم، هنا نحسبهن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، فأحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، إذن ما بي نقص والجدول اكتمل، سويت هنا الساعة والورقة. زين هنا النقطة الثالثة استعملنا الساق والورقة، النقطة الرابعة يقول عدد درجات الحرارة الأقل من 30، هنا نقول النقطة الرابعة إيش قد هنا عدد درجات الحرارة الأقل من 30؟ الأقل من 30 هنا عندنا هاي 30، هاي 30 اللي أقل من عدها، هنا عندنا إيش قد؟ هنا 3 وهنا 3، فرا صارت 6، يعني هنا 1 2 3 4 5 6، فهنا 6 درجات أقل من 30 اللي هي هاي، إذن هنا أقول 6 درجات. زين النقطة الخامسة، ما عدد الأيام التي درجات الحرارة فيها أكثر من 32؟ هنا النقطة الخامسة اللي أقل اللي العفو أكثر من 32، الأكثر من 32 هنا عندنا هاي 32، اللي أكثر من 32 هنا عندنا 35 و36 و38 و38 و38، فهنا راح نحسب إيش قد هنا الأيام اللي أكثر من 32، نقول 1 2 3 4 5، هنا نقول 5 أيام، 5 أيام، لأن هاي الخمسة هي أكثر من 32. صار واضح؟ هذا ملخص درسنا لهذا اليوم، بالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.